بيقول فشلوا كيسنجر واغتيال الملك فيصل وأحداث لبنان والنزاعات العربية الجانبية بين مصر وليبيا وبين العراق وسوريا، وكلها تدخل في مسلسل خلط الأوراق الذي سيستمر ويتصاعد ليؤدي هون بيت القصيد ليؤدي وهذه بين 75 ليؤدي إما إلى جنيف مؤتمر سلام وإما إلى تحقيق أخطر هدفين. نقطتين: الهدف الأول إنهاء المثال اللبناني الذي يضايق إسرائيل وهذا تحقق، والآخر إلهاء العرب عن إسرائيل بمعاركهم الداخلية. جوابتك جبت معي كنت أكيد أنه